السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بحر المنسي من قناة تاروت توت عنخ آمون، وقراءة النهاردة قراءة مواليد برج الجدي، مراية وأوريكل وتاروت وفنجان لمواليد برج الجدي. قراءة عامة شاملة كل شيء، أحداث مهنية وكل شيء في حياتك يا مولود برج الجدي. بس قبل ما يبدأ الفيديو، لو انت جديد معنا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك التوقعات الشهرية والاسبوعية واليومية لبرجك، والحجز قراءة خاصة هتلاقي رقم واتساب في صندوق الوصف. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. برج الجدي، وضع اولويات كفاءة عملية. مولود برج الجدي، بتبدأ الفترة اللي جاية بانك انت تكون في حاجة زي محاكمة مع الذات من اجل اولوياتك، او من اجل الحدود المهنية، او من اجل بذل مجهود اكتر في حياتك المهنية وتحقيق المزيد من النجاحات في العمل. مولود برج الجدي شايف عندك قابلية للتكيف مع المشاكل اللي بتطرح عليك، او المستجدات اللي بتجد عليك خلال الفترة اللي جاية. بيكون عندك قابلية للتكيف مع الأوضاع والتغيير الأوضاع للأحسن. كارت التعاملات السرية الذئب، الإشاعات أو الاستفزاز. من الممكن يكون هناك بعض الإشاعات اللي بتستفزك في الفترة المقبلة، بعض الاستفزازات أو بعض الإشاعات أو بعض الأشياء اللي بتستفزك، الا اني شايف انك انت بتكمل او بتحاول تتم عمل معين او هدف معين حتى النهاية، وبتحاول تتأقلم مع حياتك، وبتحاول تتأقلم مع الاوضاع الحالية ومع كل الاشياء اللي بتضايقك في المرحلة الحالية. عندك كارت الجبار، ده الكارت اللي بينبهك انك انت مش لازم تكتسب اعداء، انك انت بتحاول على قد ما تقدر انك انت توصل لنجاحاتك او لاهدافك او للاشياء اللي بتسعى اليها بدون ما تكتسب عداءات، عشان تحافظ على احداث تطور دائم في حياتك المهنية وتغيير للافضل. شايف عندك انك انت بيكون في ظهور كويس، في تأثير، في قدرة على انك انت تحقق نجاحات كتير الفترة ديت، وفي قدرة على التحليق والاحداث تطورات كبيرة جدا. كمان شايف انك انت ربما تكون لم تصنع اي شيء غلط، او لم تقم باي شيء خاطئ، او لم تخطئ اطلاقا خلال هذه المرحلة او المرحلة الماضية في اي حاجة في حياتك، بخلاف الاشاعات او الاشياء اللي بتستفزك. شايف انك انت بريء منها تماما، وانك انت عندك اجواء مستقرة جدا. لو كانت الاشاعات ديت على الصعيد العاطفي، فانا شايف انك انت عندك استقرار كبير جدا في العلاقة مع شريك الحياة على الصعيد العاطفي، وانك انت بريء تماما من هذه الاشاعات، وان في استقرار كبير في العلاقة، الا انك انت دايما بتحاول انك انت تختبئ من اطلاق الاحكام اللي هي بتكون اشاعات عليك او اشياء اللي بتضايقك الفترة الحالية. في عندك حالة من النجدة او من الانسحاب من المواقف الاستفزازية دي. في المراية برضو شايف انك انت بيأتيك لفت في حسن نية الفترة اللي جاية، كأن في حد انت كنت مثلا فهمه غلط، او حد كان في بينك وبينه مشاكل متوقعة، وبتأتيك لفتة حسن نية الفترة اللي جاية مولود برج الجدي، وبيكون في نهاية خلافات بتحدث في حياتك بشكل تلقائي وبدون اي تدخل منك، وبتنتهي الاشاعات ديت سبحان الله بسمعة جيدة ليك وبظهور جيد ليك وبصورة جيدة بتظهر بيها بعد فترة كان فيها كلام بيضايقك شوية او بيستفزك. الا ان انا شايف ان المشكلة الحقيقية اللي بتتكون عندك في المراية هي مشكلة عاطفية اساسية، عدم الثقة بالنفس او الخوف من الكلام دوت او الاسلوب ده. خلينا نشوف في مراية تانية اوضاعك المالية والعاطفية هترسى على ايه الفترة القادمة باذن الله. في مراية العقود،
عندك كارت خزان جاي معاه كارت انفصال، وفي النتيجة كارت مراسلة. ثلاث كروت المراية دول ممكن يقولوا تواصل مع حد كنت انت انفصلت عنه، او حد كان في بينك وبينه مشاكل او خلافات وبيكون في تواصل مع الشخص ده. حد كان في بينكم مشاكل او خلافات وكنتم منفصلين، مش شرط الشريك، ممكن يكون حد في حياتك وبيحدث مكالمة مع الشخص ده الفترة اللي جاية. شايف في كلام كتير جدا مستفز بيتقال، او شايف في نقاشات كثيرة بتكون بتضايقك نوعا ما، ليها علاقة بالغيرة او الطرف التالت تحديدا. لو في حد في حياتك بيكون فيه امور ليها علاقة بالغيرة عند بعض الاشخاص، زي تدخل شريك سابق او حد من الماضي. شايف ان الاوضاع العائلية مستقرة جدا عندك الفترة دي، وشايف ان بيكون في انهاء خلافات او مساومات لانهاء خلافات عائلية خلال المرحلة اللي جاية، مع الاحتفاظ ببعض المسافات او بالحدود لفترة طويلة. وشايف عندك عدم توازن في اتخاذ قرارات مصيرية في حياتك المهنية، المفروض حاجات تقوم بيها من اجل استقرار حياتك ومن اجل استقرارك، زي شراء منزل جديد او الاهتمام بالاوضاع العاطفية عندك. يعني شايف انك انت متأخر في حاجات كتير جدا يا مولود برج الجدي، الا ان الامر بيتطلب منك اتخاذ خطوة سريعة. خلينا نشوف في التاروت توقعاتك ايه يا مولود برج الجدي. احنا كده شفنا المرايتين، هنشوف في التاروت توقعات عندك ايه. وهنا شايف فارس العملات، الكارت دوت ان دل على شيء بيدل على تحقيقك لنجاحات مالية جيدة جدا 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 خلال الفترة القادمة، تحقيق نجاحات جيدة في العمل. وشايف كأن بيأتيك عرض مميز جدا، العرض ده قد يغير حياتك او قد يحدث تغيير كبير في حياتك ويبدأ بيك رحلة طويلة. شايف انك انت بتتصرف بحكمة شديدة يا مولود برج الجدي تجاه كل الامور اللي بتوضع فيها، وشايف انك انت بتحافظ على حدودك بشدة من اجل تحقيق اهدافك. ربما تكون قاسي مع نفسك الفترة اللي جاية بعض الشيء، وهيكون هناك حصول على مبلغ مالي جيد الفترة القادمة. عندك كارت السارق اللي ربما يدل على محاولة استغلال، او حد بيستغلك الفترة اللي جاية بعرض سارق. يعني شايف في عرض هيكون مش مميز، او عرض هيكون فيه استغلال ليك الفترة القادمة، وشايف انك انت هتكون في فترة تعلق، يعني في فترة هتكون عالق فيها، والعرض ده هيكون مميز لانجازك في حاجة معينة، ولكن هيكون عرض بهدف استغلالك في شيء معين. شايف كارت البرج وجاي معاه السبع عملات والثلاث كؤوس، متوقع دخول شريك سابق. ما دام الثلاث كروت دول ظهروا مع قراءة المراية، بيبقى متوقع عودة شخص من الماضي في حياتك يا مولود برج الجدي الفترة اللي جاية بهدف إفساد العلاقة عندك. خلينا نشوف الرومانس كارد عندك بتقول ايه. الرومانس كارد عندك فليرت، اكستند يور لاي هيرتد انرجي تو اذر، يعني اعطي طاقة قلبك النورانية للاخرين. بيشن، واترك قلبك للحب وللمشاعر الجميلة.
وتحدث مع الشخص اللي بتحبه أو شريك الحياة محادثة من القلب للقلب، محاولا التعبير فيها عن مشاعرك. خلينا نشوف رسائل من مشاعر الشريك. والرسالة الأولى: نفسي أشوفك ومشتاق لكي، حاولي تفرحي معايا وتنسي متاعب الحياة. والرسالة الثالثة: ضعي قليلا من العاطفة في قلبك. خلينا نشوف الأوريكل عندك بيقول ايه يا مولود برج الجدي. والأوريكل في حركة قوية هتقوم بيها يا مولود برج الجدي، هتفتح لك احتمالات كتير وهتساعدك لتحقيق أشياء كثيرة الفترة اللي جاية. شايف إن في قصة طويلة على وشك أن تبدأ في حياتك ولن تنتهي قريبا، وشايف إن عنوانها جذور الوفرة المالية وبداية وفرة كبيرة بتحدث في حياتك، فتمنى أمنية وسوف تتحقق يا مولود برج الجدي. وكل خطوة بتقوم بيها الفترة اللي جاية بيكون في تأثير حقيقي لنجاحات هتحققها على المدى البعيد. خلينا نشوف رسائل من القدر لك. والرسالة الأولى: في أسرار كتير هتتعرف، زواج قريب خلال 5 عدات. اعتراف من الشريك هيقلب العلاقة بينكم. خلينا نبص على الفنجان. مولود برج الجدي، الحالة النفسية عندك الفترة اللي جاية شايف ان هي مستقرة جدا، وبالعكس شايف ان بعد 12 عدة بيكون في تحقيق انتصار كبير جدا عندك، وبيكون في قرارات هامة بتحدث خلال الفترة اللي جاية. في امنية مستجابة عندك، وفي فاصل بتقف فيه بتقرر انك انت تغير حاجات كتير في حياتك. في نقاشات كثيرة في المحيط من حولك، وفي كلام كتير ممكن يكون بيضايقك او بيثير غضبك، ولكن في استجابة أمنية، وفي وصول لهدف كنت بتسعى للوصول اليه من فترة في خلال 12 عدة. أتمنى تكون القراءة عجبتك يا مولود برج الجدي. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجك، والحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك في صندوق الوصف. شكرا لكم، السلام عليكم.